هذا حسين هو نعمة مثل ما قلت، يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذه تجربة امتحان من الله سبحانه وتعالى، وصبر يعلمنا الصبر ويعلمنا شلون الحب. يعني أنا ممكن أحب أطفالي، بس الطفل التوحدي أحب بطريقة تختلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من أرض القدرة، واليوم احنا متواجدين لأن بتك راح تتبرع باسم بطل حلقتها الثالثة من برنامج على قلب واحد حسين لبناء أو المساهمة في بناء مركز الفروسية العلاجي لأطفال طيف التوحد. أكيد التفاصيل تتابعونها في هذا التقرير. طبعا اليوم راح نلتقي في الطفل حسين وعائلته والمساهمين من شركة بتلكو والمركز العلاجي في القدرة، حياكم. شرفنا باستقبال وفد من قبل شركة بتلكو في تقديم دعم مالي لإنشاء مركز أطفال التوحد لعلاج بالاستخدام الخيل. من لا شك فيه أن بتلكو شركة واعدة ودائما مساهمة في المشاريع الخيرية، وبالتالي اليوم هذه إضافة إلى المساهمات اللي شركة بتلكو تقدمها. أمانة أنه هناك توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، عملنا على إنشاء هذا المركز لاحتواء ومعالجة أطفال التوحد وأطفال طيف التوحد. هم من الأطفال اللي ثبتت الدراسات العلمية أن الخيل تساهم في علاجهم. بدينا في شهر إبريل 2020، وبدايتنا كانت بخمس أطفال، والحين ولله الحمد غطينا أكثر من 95 طفل، والحمد لله رب العالمين طلعوا من عندنا الأطفال بأحسن ما يمكن، وبتغيير نفس ما نقول، مو بتغيير 100%، ولكن حصل لهم تغيير في حياتهم. وطفل من أطفالنا اللي كانوا في المركز دخل واندمج في مدرسة حكومية ولله الحمد. بتلكو تتبرع باسم حسين للدعم مركز الفروسية العلاجي للأطفال طيف التوحد. نود أن نشكر الاتحاد الملكي للفروسية والسمو الشيخ ناصر بن حمد لاهتمامه بالمركز، ونشكر الدكتور خالد حسن لحسن استقباله هذه الفكرة ودعمها. أول ما حصلت الاتصال حق البرنامج، يعني أنا ما كنت فاهم منه بالضبط شنو، بس بعد ما شفت التعامل وحجم البرنامج صراحة يعني استانست. أول شيء استغربت، بعدين استانست عدل وفرحت إن هناك اهتمام إلى أطفال ذوي التوحد، والحمد لله رب العالمين. شفت الأياد البيضاء اللي ساهمت في هذا البرنامج، وإن شاء الله نشوفها على الطبيعة ونشوفها في الحقيقة، هذه كلها يعني داعم إلينا.